السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالكم، قناة البساطة والجودة. اليوم عندكم الغريبة الرائعة، واحد المكون اللي ما يخطرش على بالكم، زوينة في المنظر حتى في المذاق، وسيغتو بالمنسمات اللي غضيفو ليها ان شاء الله على شهوتكم. شفتوا كيفاش كتجي؟ غنحل لكم واحد الوحدة تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كتجي رطبة هشيشة، كتدوب في الفم. وبلا ما نطول عليكم، نخليكم مع الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله، وفرجه ممتعه. عندي نعطيكم العبار بكاس عنب، ومي بون نعطيكم عبار بالجراماج باش اللي ما عندوش الميزانيه ديال الكاس تاع عنب. عندي واحد البيضه، عندي واحد تقريبا نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، كيعادل 60 غرام. عندي واحد تقريبا حتى هو نص كاس ما كاملش ديال الماء، كيعادل 40 غرام. عندي 15 غرام ديال الكاكاو، تنعبر لكم بمعلقه. 60 غرام ديال السنيده حتى هي تقريبا نص كاس ما كاملش. عندي 250 غرام ديال الطحين، درت واحد رشه ديال الملحه. عندي واحد الخماره هنايا، وندوزو دابا للطريقه. اول حاجه غندير البيضه هي الاولى، بسم الله. ندير السكر سنيده، 40 غرام ديال الماء، ونخلط تدوب ليا سنيده. غنزيد هاد 15 غرام ديال الكاكاو، نعبر لكم بمعلقة، حتى ديال معلقة كبيرة كتعادل معلقة كبيرة هادي اللي عندي، ها وحدة تقريبا جوج معالق كبار. ونخلط غريبة سهلة، تكون مقادير صغيرة تجربوها، أو تخدمو شي بلاطو هكا عادي في العيد. أنا تندير لكم مقادير صغيرة باش تنوعو في البلاطو ديالكم. نخلطو مزيان حتى ينسجم مع العناصر. من بعد كنزيد داك الزيت، كيبقى لي الخميرة والطحين، غادي نغربلهم فوق من الخليط ونجمع. نجيب الغربال، الخميرة نديرها مع الطحين، بسم الله، ونغربل كلشي ان شاء الله. الفران ديجا مشعلاه يسخن، نغربلش كلشي، نغرب النص، عاد نزيد نخلط، عاد نزيد النص الاخر. في الاخر نلطب الفوي، من بعد نكمل بيديا، يقصح الخليط نكمل بيدي اولا بالمعلقه اللي بغيتو.
اللي بغا يدير نسمة الكراميل يديرها، نسمة النوازات يديرها، يعني لي زاغوم اللي كيتمشاو مع الكاكاو ماشي مشكل، ولا القهوة ولا انا ما قطعتش فيديو باش تشوفوا التخلاط ديالي كيفاش داير. هاد المرة الخميرة كتكون محبة، مش كتكون باردة ولا شنو. كتدخل لكم ديك رابعة كلها ديال الطحين. نجمعها ونغسل يديا ونطلقها باش نكمل العملية ديالها. فران صغير درت علاطة صغيرة هكا، انا وجدت شي كغلاص وشوية الماء باش ندهن يديا، وها العجين ديالي هو خلطته. بسم الله، ديروا الكراس كيف العادة، كيف ما علمتكم شحال هادي على كون مرمدهم كلهم ونهبطهم شويه بحال هكا. راه تبارك الله تخرج ليكم، كنتو تذوقوا شي بلاط تخرج ليكم. ديما هبطوها شويه، ندخل الطيب في حرارة 180 15 دقيقة في صافي. ملي تعبت شفتها كيفاش جات، درت لها ما كملش لها كان 15 دقيقة، جات غزالة. دابا حتى تبات ونورد نحلها لكم ونوصف كيفاش تشوفوها كيفاش جات. ها هو الشكل النهائي، شفتو كيفاش جات؟ كتجي روعة، هادي غريبة ديال الدراوش. وانتم زيدوا فيها اي اغوم بغيتوا باش تجيكم زوينه ولذيذه، ديروا فيها القهوه ولا ديال نسمه الكراميل، لا الكابوتشينو ولا النوازيت، لاي حاجه اللي كيتمشى مع الكاكاو باش يجيكم الذ احسن.
المهم بابا تزينوا بها داك الباطوا ديالكم. هذه راه غريبه ساهله كتوجد في ساعتها، ما فيهاش تعقيدات. نتمنى تجربوها وكملوها بلي زارون باش يجيكم احلى. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساونيش من الدعاء ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. نقول لكم مع السلامه.